Today I'm going to discuss a very important question, when to initiate regular hemodialysis. This was the first presentation during the activities of the 7th International Hemodialysis course that was held here at Urology and Nephrology Center, Mansoura University, between December 22 to December 26, من الاثنين الجمعة الماضية. وكانت البداية طبعا بالسلام الوطني ونتمنى لمصر دوام التوفيق والعلم والازدهار. قبل ما نخش في موضوع المحاضرة بحط الأسئلة ديت علشان نتفاعل مع بعض سويا. يعني هل الجملة دي صحيحة ولا لا؟ Early dialysis is beneficial. Late dialysis is beneficial. Starting dialysis is based on estimated or calculated GFR by MDRD equation. The same by Cockcroft or Gold and Gold formula. Starting dialysis is based on CKD epidemiology equation. يا ترى الجمل ديت ايه اللي صح فيها وايه اللي غلط؟ دعونا نخش في الموضوع وبعدين في الاخر هنيجي لنفس السلايد. في البدايه طبعا انا عندي البرزنتيشن متقسم الى ثلاثه سيكتورز. الجزء الاولاني انتروداكشن وبتناول فيه الداتا الجديده وخاصه من الريبورت بتاع السنه دي اللي هو نازل لسه في ديسمبر الشهر ده اللي خاص باليونايتد ستيت رينال داتا سيستم. وبعدين هتناول موضوع الايرلي دياليسيس وكل الاستادز اللي تناولته، وبعدين في الايه في الاخر هقول احنا بنرجح كفه الايرلي ولا ليت ولا القصه ايه بالظبط. فده البدايه. انا عندي البريفالنس اوف اند ستيج كيدني ديزيز تقريبا تجاوز 630,000 بيشنز، منهم اكثر من 400,000 على الهيموداليسيس، 40,000 على البريتونيال دياليسيس وترانسبلانتيشن 186,000. يبقى ده خريطه البريفالنس. البريفالنس معروف ان هو توتال نمبر اوف بيرسونز افكتد على 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 البوبوليشن، لكن هنا ده التعداد العام. التعداد العام اللي ده مش برسنتج، ده ابسولوت نمبر. الانسيدنس هو النمبر اوف نيو كيسز بير يير. يعني عاوز اعرف الانسيدنس برسنتج هشوف التوتال نمبر الدايجنوزد خلال سنه، ممكن اقسمهم عشان اشوف برسنتج. فهنا النيو كيسز 114,000، منهم 102,000 هيموداليسيس، 9,000 بريتونيال دياليسيس، وتقريبا 3,000 ترانسبلانتيشن. اعتقد هنا الداتا بتعبر عن نفسها. نيجي لموضوع البريفالنس بير كانتريز. لو لاحظنا هنا هتلاقوا هنا هوت الديفرنت كانتريز على الخط الراسي، والخط الافقي بيمثل النمبر بير مليون بير كانتري. يبقى ده مثلا 2000، ده تايوان، وبعدين يابان، وبعدين الولايات المتحده الامريكيه، اعلى ثلاث دول. البريفلنس هنا هتلاقوا بعض الدول العربيه زي هنا في السعوديه ولبنان وقطر وخلافه، لكن ما فيش داتا عن مصر لسه. ده الانسنس النمبر اوف نيولي دايجنوز كيس بير يير مقسومه على المليون بوبوليشن، فده برضه بورينا الانسنس في الدول المختلفه. طب يا ترى هل هناك الزياده ديت مضطرده في سيرتن ايج؟ كل الايجز سبيكترم افكتد باي ذيس انديسيج كيدني ديزيز. ونفس الكلام بالنسبه للانسنس نيو كيسز، نفس الكلام هنا. لا احنا هنا بندرس الاوريجينال كيدني ديزيز. الاوريجينال كيدني ديزيز يا ترى ايه الكومنست ديزيز اللي ادى الى انديسيج كيدني ديزيز؟ انا عندي اللون الازرق دوت بيعكس الدايابيتس، يبقى الدايابيتس اكوردنج ايتيولوجي. الدايابيتس ده بريفالنس، الدايابيتس هو الموست كومن كوز اوف انديسيج كيدني ديزيز، يليه الهايبرتنشن، يليه الجلوميرولونيفريتس والسيستيك ديزيز. يبقى انا عندي الفور ليدنج كوزز اوف انديسيج كيدني ديزيز ان يونايتد ستيتس ار كاتيجورايز انتو دايابيتس، هايبرتنشن، جلوميرولونيفريتس اند سيستيك كيدني ديزيز. لما نيجي بقى للانسنس الايتيولوجي يبقى نيو كيسز ذا سيم. الدايابيتس is the leading cause of new cases admitted in the end-stage kidney disease spectrum followed by hypertension then glomerulonephritis and lastly cystic kidney disease. ده السلايد ده مهم جدا جدا، لان اي تريتمنت اي مانجمنت الموداليتي يساوي كوست. تعال نشوف الكوست هنا في الولايات المتحده الامريكيه. زياده مضطرده من سنه 91 ل 2012، يعني هنا كان تقريبا هنا نقول ايه 7 بليون دولار في السنة. هنا وصلت القصة إلى
معدلات approaching 30 بليون بليون مش مليون 30 ألف مليون دولار في السنة. فطبعا ده enormous amount of money. احنا قلنا ان احنا ما عندناش داتا في السلايدز اللي قلناها قبل كده اللي هي comparing countries، لكن أن الأواني احنا نتحرك together، وعشان كده أجيبنا صوت في نفرولوجي and transplantation اللي جامعة مصر الأمراض وزراعة الكلى في مصر قالت لابد نحط target ولابد يبقى عندنا vision، لابد يبقى عندنا similar template للUnited States Renal Data System، بحيث يبقى عندنا Egyptian Renal Data System with time. although نحن هنستارت احنا كده متأخرين، لكن مش معنى احنا متأخرين ما نبدأش، لابد نبدأ علشان نعرف الواقع بتاعنا ايه. واحنا أصلاً دكتور طارق طنطاوي وده أخ عزيز على ان هو يكوردينيت ما بين الوحدات وبين الجمعية، وفي كوميتي هتتعمل برئاسة رئيس الجمعية وجاري تشكيلها. نيجي بقى الموضوع النهاردة الاستيميتد جي اف ار وعلاقته بالاندستيش كيدني ديزيز. تعالوا نبص هنا اكوردنج للنيوز ستيت رينال داتا سيستم في سنه 96 اللون الازرق ده بيعكس استيميتد جي اف ار تحت الخمسه. تحت الخمسه معناها ده بالتعريف بتاعهم ده ليت ستارت اوف داليسيس، يبقى ده انيشيشن اوف داليسيس. كان الجي اف ار هنا في التوقيت سنه 96 اكتر من 30% من العينين بيبداوا تحت الخمسه، وبعدين اللون من الخمسه ل 10 ده، وبعدين نسبه قليله اللي فوق ال 10. ايه اللي تطور بالسنين؟ بدا يحصل دروب للبرسنتج اللي بتبدا ليت اللي تحت الخمسه، ويزيد الناس اللي بيغسلوا فوق العشرة. فده الواقع اللي موجود دلوقتي. بقى التندنسي كان في منتصف التسعينات توارز ليت داليسيس، وبعدين قالوا لا ده ليت داليسيس معناه انا بسيب البيشنت ان يوريميك ستيت وده مشكله ولازم نحسن الاوت كام بتاعنا، فنبدا بدري. وبداوا بدري، وبدا ده الترند اللي موجود لغاية ما احنا موجودين اهوت. ده البرسنتج في بلاتو هنا في الثلاثين الاخرانيين، لكن ما زال في برسنتج من الناس بتغسل فوق العشرة مش قليلة. وده اللاين ده جاي من الاكسترابوليتد من اليونايتد ستيت رينال داتا سيستم في ثلاث سنين من 2008 ل 2010. لو البداية كانت هنا 7.7 بقت 9 بقت 10 بقت 11 وهكذا. يبقى حضراتكم تلاحظوا ان الداليسيس انيشيشن بقى في تغيير، بدل ما يبقى ليت يبقى ايرلي. والداتا دي بتوري ان في الولايات المتحده الامريكيه بيبصوا هنا للناس اللون الفاتح ده هو الدايابيتك بيشنتس، والمش فاتح او الغامق النون دايابيتك. اللي ملاحظ ايه؟ بمرور السنوات بقى في 2008 تقريبا نص العيانين سواء دايابيتك او نون دايابيتك بيغسلوا عند جي اف ار اسمه جي اف ار فوق ال 10 مللي بير مينت. لغايه ما جت الاستادي دي اوبزرفيشن استادي اتنشرت في كلينيكال جورنال وفي امريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي عفوا، وشملت 896 الف مريض، وعمل لهم كاتيجورايزيشن اكوردنج للاستيميتد جي اف ار ات ذا ستارتنج بوينت اوف داليس. ملاحظين هنا حاجه غريبه جدا، الناس اللي كان الاستيميت جي اف ار تحت الخمسه هم اللي لهم بيست سرفايفل فولد باي 5 ل 10. يبقى ذا هاير ذا استيميتد جي اف ار ذا لوور ذا سرفايفل ذا بيشنت ويل هاف. طبعا ديت حاجه عملت يعني هزه شديده جدا، واستتبعها بعض الكلام زي كده بلاند ايرلي انيشيشن اوف داليسيس ثيرابي ان بيشنتس ويز بروجريسيف كرونيك كيدني ديزيز هاف هاير داليسيس كوستس and is not associated with improved quality of life and is not improved not associated with improved survival even associated with higher mortality percentage. تعال نلخص كل الاوبزرفيشن ستاديز اللي اتنشرت لغايه التوقيت اللي فيه المقاله دي 2013. هنلاحظ هذا الاستاديز كلها هيت هنا الاستاد الاولانيه قالت هنا كانت مين اوف ميجرد، يبقى الاعتماد كان في الاستاد الاولانيه ما كانش على الاستيميتد ميجرد يعني بقيسه. هنا كانوا بيستخدموا كرياتينين كليرنس واليوريا كليرنس، اجمعوهم على بعض سموهم على اثنين، لان كرياتين كليرنس اوفر استيميتنج ويوريا كليرنس اندر استيميتنج، يبقى اخد المين. فده كان للصدمه الاولانيه. وهنا وصلوا للكونكلوجن ان ليت ستارت اوف داليسيس اسوسييتد وذ انكريز مورتاليتي. الاستاد الثالثه نفس الكلام، هاير جي اف ار ميجرد غير الهاير جي اف ار استيميتد فروم سيرم كرياتين اسوسييتد وذ انكريز مورتاليتي بات نوت وذ ميجرد كرياتين كليرنس. الميجرد كرياتين كليرنس قصه ثانيه. ونفس الكلام للاستاد الثالثه، كل الصاد ان بتوين وفيهم الصاد اللي انا عرضتها من شويه كانت بتعتمد على ايكويشنز عشان تيستيميت الجي اف ار، والايكويشنز مبنيه على السيرم كرياتينين. والسيرم كرياتين لو العيان مال نرجد السيرم كرياتين هيبقى ايه؟
قليل. لو عنده ساركوبينيا المصل ضعيفه يبقى الكرياتينين السيرم كرياتينين هيبقى قليل. انا لما احسب معادله على كرياتينين اللي هو الي هنا لو بسبب حاجه خارجه عن موضوع الكيدني فانكشن يبقى انا هيجي لي فولس امبريشن جي اف ار عالي. يبقى الاستيميت جي اف ار ده ممكن تبقى القصه الاسوسيشن اوف ايرلي ستارتنج وذ مورتاليتي از نوت لينك تو ذا ايرلي ستارتنج بات ريليتد تو بروبلم ان سيرم كرياتينين اند اسوسييتد فورمولاز. يبقى نخلي بالنا من النقطه ديت. هنا دي سيستماتيك ريفيو بور نفس الكلام ان ده شمل 15 ستاديز 1,285,000 عيان. ده 1 راندومايز كنترول 4 بروسبكتيف كوهورت و10 ريتروسبكتيف ستاديز. وكان برضو في الميتا اناليس هنا الدايموند هو اللي بيعكس الاوفر اول ريزلتس ان الايرلي ستارتنج از اسوسييتد ويز انكريزد هازارز اوف مورتاليتي. احد التفسيرات اللي اتنشرت تفسر ليه الايرلي داليس ممكن يبقى اسوسييتد مورتاليتي. قالوا انه ممكن يبقى ايرلي ستارتنج ده عشان العيان عنده كوموربيديتيز، فالكوموربيديتيز خلتنا نبقى عاوزين نعمل دياليسيس بدري، والكوموربيديتيز الستارتنج بيفور دياليسيس هتكمل معايا عند الستارتنج دياليسيس. تعال نبص هنا، ده سرفايفل كيرف كابلا ماير كيرف كاتيجورايزنج تو جروبز اوف بيشنتس. ناس عملوا دياليسيس الخط اللي هو المتصل ده معناها اقل من 8 مللي بير مينت، وده كان في الديفينيشن بتاعهم هنا ليت. والخط المنقط ده هو الايرلي اللي فوق 8 مللي بير مينت. السرفايف الاحسن في مين؟ في اللي عملوا دياليسيس تحت 8 مللي بير مينت. بس انا حاطط هنا عنوان اسمه كونفاوندر. ايه الكونفاوندر هنا؟ لما اتعمل فوكس على الديموغرافيك كرايتيريا وجد في هذه الاستادي ان الناس اللي عملوا دياليس ايرلي كانوا ايلدرلي. ما جايز يكون الالدرلي ايج از ستارت هو ده او الاولد ايج هنا هو الاسوسيتد باي مورتاليتي مش قصه الايرلي ستارت. فهنا الايج از كونفاوندر. الكونفاوندر هو فاريبل بيبقى هيدن وبالتالي هو اللي عامل لي الاوت كام وانا مش واخد بالي واعزو عفوا الاوت كام للفاكتور اللي انا بدرسه. يبقى هنا الاولد ايج كان كونفاوندر. كونفاوندرز ثانيه مش فاريبلز هيدن ولا حاجه، لا ان انا الاوبزرفيشن ستاتس عموما بقى فيها مشاكل في الاحصاء وتجميع الداتا. فالقصه لو قدرت اعمل بيست ماتشنج فهنا مثلا بدا بعدد كبير جدا من البيشنتس وانتهى ب 400 في كل ارم بعد ما عمل بروبنسيتي سكور ماتشنج بحيث يشوف البيست ماتشنج. فتعال نبص اللي حصل. لو انا عملت الاناليسيس من غير ما اعمل الماتشنج الايرلي ستارت اسوسييتد بهاير سكور اوف مورتاليتي اهو موجود هنا في الجهه دي، والثاني الليت خلاص اوكي ليت الليت ستارتنج اسوسييتد لوور مورتاليتي والايرلي ستارت اسوسييتد هاي مورتاليتي. لكن لما عملنا ماتشنج بالبروبنسيتي ميثود لقينا ان الاثنين بقوا زي بعض بالنسبه للمورتاليتي. يبقى اجين الكونفاوندنج كان هنا ان انا بعمل عندي هيتروجينيسيتي في الجروبس مش قادر اعمل ماتشنج بحيث ان هيبقى هناك كونفاوندرز كتيره جدا في القصه دي. وتعال نبص نفس الكلام هنا اهوت. لما ناخدهم ات لارج وزود ماتشنج هتلاقوا في فرق في السرفايفل لصالح الايرلي سوري الليت. الليت الليت ستارت از اسوسييتد بيتر سرفايفل والايرلي ستارت از اسوسييتد ويز هاير مورتاليتي. لكن لما اتعمل ماتشنج فقد هذا السيجنفيكانس. لكن بيظل الناس الدايابيتك هنا الدايابيتكس اهمت الدايابيتكس ما زالوا سيجنفيكانت ان الليت ستارت اسوسييتد ويز بيتر سرفايفل. تعال نشوف قصه ثانيه. لو انا بصيت هلاقي هنا الايرلي ستارت اهو دي لو كل ما ابدا ده الجي اف ار تحت اهوت كل ما ابدا بدري هلاقي عندي الهازرز والمورتاليتي اعلى ودي اقتصادي 310,000 عيان. لكن لما عملوا انسترومنتال ميثود ليشوفوا القصه ايه الاستاتيكال سيجنفيكانس ضاع. يبقى انا ممكن حكايه ايرلي وليت يا اما في خلل في حساب الاستيميت الجي اف ار لان بعتمد على السيرم كرياتينين اللي هيتاثر بالمال نيوتريشن والمسل ويكنس والمسل اتروفي او الساركوبينيا، يا اما القصه هيتروجينيسيتي وما فيش ماتشنج ما بين الجروبز. يعني القصه الثالثه انا ما بستخدمش البروبر ميثود اوف ستاتستكس. نيجي نشوف الفريلتي. الفريل اللي هم البيشنتس اللي عندهم اولد ايج او عندهم كوموربيديتيز لو القصه كان كلها في اليوريميك مانيفستيشنز وعملت دياليسيس ايرلي العيان هيتحسن. لو القصه لا ده انفلاميشن وكوموربيديتيز ما فيش تحسن. يبقى القصه هي العبره بالديموغرافيكس. الايديال ترايل
دي راندومايز كنترول ترايل اوف ايرلي فيرسس ليت انيشيشن اوف دياليسيس، ده الاختصار بتاعها. دي تقريبا ذا اونلي راندومايز كنترول ترايل اللي ادريسد موضوع ايرلي وليت. كانوا هنا بيحسبوا الجي اف ار بالكوكروفت فورمولا وقسموا الجروبز تو جروبز اوف بيشنت ات ذا ستارتنج بوينت اوف دياليسيس انتو ايرلي جروب اللي اسمه الجي اف ار كان من 10 ل 14 ملي بير مينيت، ليت جروب 5 ل 7 ملي بير مينيت. تعالوا نشوف المفاجاه. المفاجاه so long as the patients asymptomatic or controlled by the pre-dialysis management ما فيش فرق. غسلت عن من 5 ل 7 زي تغسل من 10 ل 14. وكان الكونكلوجن هنا ان انا ما بغسلش ارقام لا كرياتين ولا استميت جي اف ار، انا بعمل دياليسيس لبيشنت والبيشنت لازم اعمل له فول ايفالويشن. So long as the patient is asymptomatic there is no need to start early and there is no need beyond the 5 ملي بير مينيت is too late. Too late. يعني يبقى إذن الحكمة هنا ممكن 5 ل 7 ده يبقى مناسب so long as the patient is asymptomatic. الستادي الثانية extrapolated من العيانين دولت، أنا كان عندي هنا 800 عيان في الأيديال الأم. الأيديال إيكو ترايال ده ناس بيأدرس الليفت فنتريكولا هايبرتروفي، قسموا 182 عيان إلى تو جروبس أكوردنج للإيكو كارديوجرام. وتعالوا نبص هنا الايرلي والليت يبقى متقسمين ايكوال ما بينهم واتعمل لهم ايكو كارديوجرام ات ذا ستارتنج بوينت وبعد سنه مفيش فرق في الليفت فنتريكولا هايبرتروفي بين التو جروبز. يبقى اذا لو العين اسيمتوماتيك وعملت داليسيس من 5 ل 7 زي 10 14 ومفيش مشكله على الكاردوفاسكولار بارامترز. نخلي بالنا من الماسل ماس تاني والاسميت جي اف ار، لان لو العيان عنده لور ماسل ماس او ماسل اتروفي او ويستنج او مال نيوتريشن الكلام ده كله هيبقى ريفلكتد على حساباتي. وعشان كده الاوروبيان دياليسيس جايد لاينز حطت القصه ديت وانتو ستارت دياليسيس ابديت جايدنس فولوينج بابليكيشن اوف ذا انيشيتنج دياليسيس ايرلي اند ليت اللي هي الايديال ستادي، وقالوا هذا الكلام الجميل جدا. ام دي ار دي ايكويشن شودنت بي يوزد تو ديتيرمن ذا نيد فور دياليسيس اور تو استيميت رينال فانكشن ان بيشنت ويز ستيج 5 سي كي دي، وده ريكومنديشن بيزد اون سترونج ايفيدنس. هل ده معناه ان انا اعمل الكوكروفت؟ نو. هل معناه نستخدم الابنور ايكويشنز عشان ستار دايس؟ لا، لكن استخدمه، ايوه استخدمه للبروجريشن لحساب السي كي دي ستيجنج، لكن التايمنج اوف دايس ديسيجن از نوت بيسد اون ذيس ايكويشنز، بيسد اون كومباينيشن اوف كلينيكال مانيفستيشنز اند كرياتينين اند از نوت اتس نوت من وايز تو يوز استيميت جي اف ار اونلي از ا بارامتر تو جايد ذا ستارت اوف دايس. نفس الكلام الكي دي جايد لاينز في 2012 they suggested the people with progressive CKD should be managed in multidisciplinary care. ما حدش ينكر هذا الكلام، ورغم ان هو suggestion based على moderate evidence the multidisciplinary team should include or have access to dietary counseling education and counseling. كان مهم جدا التايمنج اوف انيشيشن، هو ده الكلام اللي انا عاوز اعمل عليه فوكس. They suggest that dialysis be initiated when one or more of the following are present: symptoms or signs attributable to kidney failure, زي السيروزايتس، acid base electrolyte abnormalities, البروريتس لو الحاجات ديت مستمرة، والأسيدوس سيفير والكلام ده لابد، inability to control volume status or blood pressure, progressive deterioration of nutrition status, refractory to dietary intervention or cognitive impairment. This often but not invariably occur in the GFR ranges between 5 ل 10 ملي بير مينت. يبقى إذا أنا في ستيج 5 تحت ال 15 ملي بير مينت بأسس في لو كليرانس كلينيك البيشنت سيمتوماتولوجي الديفرنت كوموربيدز بريزنت، وفي النهايه بقول ان البيشنت ده هبدا ادرس ولا لا. اذا كان العين اسيمتوماتيك وكل البارامترز كنترولد هتابعه كلوزلي في الكلينيك واحدد انا على بكلينيكال بارامترز، بس طبعا تحت ال 5 مللي بير مينت طبعا ده هيبقى ليت فيري ليت، وفي الغالب هيبقى فيه مانيفستيشنز هلاقيها. ده خاصة بالليفينج دونيشن، ده مش هنناقشها النهارده. في سنة 2012 كي دي ورك جروب سجست ستارت داليس ثيرابيز وين سيمتومز اند ساين اتريبيتبل تو كيدني فيليرز ار بريزنت. Perhaps as a reflection of this, the number of early starts among the incident dialysis patients in the United States has diminished. يبقى وصلت بلاتو، وعلى ما يبدو انه هيبداوا ايه يراعوا هذا الكلام. نقطة مهمة جدا بيسألونا فيها في كل مكان، هستخدم الكيتو اسيدز والامينو اسيدز عشان ديلي الدياليسيس ستارت؟ ده في السيمينار ده دو كيتو انالوجز ستيل هاف ا رول ان ديلينج دياليسيس انيشيشن ان سي كي دي بريداليس ان بريداليس بيشنتس.
هنا بيعددوا مزايا الكيتو اسيدز ان ديليز تايم اوف دياليسيس ماي سلو البروجريشن ديكريز يوريميك توكسينز امبير ليب وبريفنت مال نيوتريشن وده الادفايس ان نستخدمها 3 من 10 4 من 10 تو 6 من 10 بروتين جرام بروتين بير كي جي ديبندينج اون ذا ستيج اوف كرونيك كيدني ديزيز. الكيتو ان امينو اسيد سبلمنتيشن اللي هو كيتستريل فريزينيوس ده ممكن استخدمه 1 تابلت لكل 5 كيلو يبقى جرعه كبيره جدا يعني او 1 من 10 جرام بير كي جي بود ويت. انا مش هاخد في الكلام كثير ارام ان ديت بتقول ان ممكن يبقى هناك لبعض الناس اللي يبقوا ادهرنت للكلام ده ممكن يبقى في استفاده الا انا لا اوصي بهذا الكلام على الاطلاق لانه لا يوجد ايفيدنس بيز ريكومنديشن تو يوز كيتو اسيد تو ديلي دياليسيس. يبقى الاجابه شود وي يوز شودنت وي شودنت يوز لكن ده بعض الكلام الثيوريتيكال اللي موجود. از ات ليت ستارت اور ليت ريفيرال الكلام ده المهم هل هي القصه العبره بان انا ستارتنج ليت ولا انا ما تابعتش مع نيفرولوجيز لفتره طويله وانا والبيشنت عنده استابلس سي كي دي. لما نيجي نبص هنا ده احد الميتا اناليسيس كوكرين ريفر جروبز رجعت هذا الموضوع وقالت ان الايرلي ريفيرال المهم. ولما نيجي نبص دي ستادي ثانيه اكسبتد لسه ان بريس لو نيجي هنا نقسمه للهازر ريسك فور سرفايفل هنا الايرلي ريفيرال السيرفال افضل ليت ريفيرال السيرفال اقل. لكن لو شلت الايرلي وليت ريفيرال بقت ايرلي وليت ستارت يعني لو قشت ايرلي وليت ستارت ما فيش سيجنيفيكانس لكن الايرلي ريفيرال هو اللي معاه البيست سرفايفل. وده كومباينيشنز مختلفه هتلاقوا هنا ذا بيست كومباينيشن اسوسييتد وذ بيست سرفايفل الايرلي ريفيرال اند ليت ستارت والورست الاسوسييتد وذ ذا لوست سرفايفل هو ليت ريفيرال اند ليت ستارت. يبقى لازم ننكرج الايرلي ريفيرال. وانا لو قدرت اعمل ستراكشرد كلينيكال فولو اب للعيانين في ستيج 5 انا كان ممكن ابص عليهم بمنظار واستنى لغايه 5.7 ملي بير مينت استيمج في ار والدنيا ما هيبقى فيها مشاكل كبيره. فاكتور اسوسييتد سب اوبتيمال انيشيشن اوف دياليسيس سبايت ايرلي ريفيرال ده كان عنوان المقاله ديت. طبعا ما اقول سب اوبتيمال انيشيشن والعيان لينك للنيفرولوجست يبقى فيه مشكله يبقى لابد يبقى هناك اديوكيشن للنيفرولوجست education للسيرفيس. وهنا مازال ده 3 سنتر في كندا لما يكون عندي 3 سنترز برضه لسه في سب اوبتيمال سب اوبتيمال والابيض كتير تقريبا 50% يبقى ده برضه محتاج شغل على الدكتورز. لو جينا نبص للمورتاليتي بيقسم المورتاليتي في الايرلي بيريود في خلال 120 يوم وبعدين 121 ل 365 يوم وبعدين الاغامي او اكتر من 365. لو تيجي تلاحظوا ده 11 دوله من دول الدوبس ده بلجيوم يونايتد ستيتس سويدن ايطالي اكسترا. لما تيجي تبصوا العمود الاولاني ده بيعكس الايرلي مورتاليتي وزنت 120 دايز هتلاقوا هنا ده القصه دي كلها. يبقى اذا ده ممكن يبقى له علاقه بالسب اوبتيمال انيشيشن ممكن يبقى له علاقه بالديموغرافيكس. واحده من الديموغرافيكس اللي راعت نظري في اليونايتد ستيتس تعالوا نبص هنا اللون الاحمر ده ايه؟ اللون البرتقالي ده معناه ان العيان ستارتنج دياليسيس ويز كاستر واللون الثاني الاصفر ده جرافت واللون الازرق ده فيستولا. ما ينفع هل ينفع هذا الكلام لسه في احنا دلوقتي في 2014 ولسه القصه الكاستر ازوتوم انيشيشن معناها ان الاديوكيشن اوف ذا بيشنتس معناها ان السيستم فيه مشكله معناها الجراحين فيهم مشكله معناها الكولابوريشن فيه مشكله او المالتي ديسيبلينري تيم ابروتش فيه مشكله. وما يكون الداتا بالشكل ده فوق 60% فوق ما زال لغايه الداتا ديت ده ريبورت بتاع السنه دي لغايه 2012 داتا كل 60% من العيانين في الولايات المتحده الامريكيه بيستارت الدياليسيس بكاثتر يبقى في مشكله لازم تدرس. الموضوع بتاعنا ايرلي ولا ليت؟ لا المفروض اختار الرايت بيشنت. رايت بيشنت اشوف الكرايتيريا بتاعته ده البيشنت اي ممكن اغسل له بدري البيشنت بي اغسل له متاخر شويه لكن نيفر تو ليت. ذا رايت تريتمنت ده يناسبه بريتانيا داليس يناسبه هيموداليس ده يناسبه الديفرنت موداليس المختلفه. والرايت اكسس طبعا لازم نحرص على الفيستولا فيرست لكن ونبعد عن الكاثتر از وي كان. والرايت تايم التايمنج از فيري امبورتنت وعلشان كده بنقول نو وان سايز فيتس اول ذير از نو سنجل ايديال اور بيست داليس موداليتي اند اكسس فور افري بيشنت the delaying the need for urgent start dialysis and medically managing for a period of time would decrease cost and allow education of the patients and renal replacement therapy planning. يبقى انا لما ابقى rushing واعمل دالس بدري زي ما ترند كان موجود في الولايات المتحده الامريكيه يبقى انا اخسر وقت ان انا اقعد اعلم العيان واعمل له فيستولا فده يديني فرصه ان انا ما ابقاش rushing.
الكنديان استراتيجي ديت بالنسبه لي بلوزبل يوزنج نولج تو اكشن، نولج تو اكشن فريم ورك تو جايد ذا تايمينج اوف ذات انيشيشن. هنا بيبداوا القصه وبيأسس وبيشوف الايه ايه المعوقات اللي موجوده. وريسنتلي كريت جايد لاينز ريكومند اون انتنت تو ديفر، يعني انتنت تو ديفر يعني اتجاه ان هم ما يقبلوش الدياليسيس ايرلي over an intent to start early. Approach for initiation of chronic dialysis with a strong recommendation, moderate quality of evidence. ولكن الكلام المهم بقى ايه؟ clinical indications for the initiation of dialysis include symptoms of uremia, fluid overload. ما ينفعش العيان يبقى عنده pericardial effusion ويوريميك pericarditis وانا سايبه بقول ده احنا لسه early. لا ده late و very late. Refractory hyperkalemia ينفعش، ده الكلام ده ممكن يحصل mortality بسبب ان انا negligent. اسيد اسيديميا البايكارب 10 وسايبه واقول احنا لسه ايرلي. اور اذر كونديشنز اور سيمتومز ذات ار لايكلي تو بي اميليوريتد باي دياليسيس ان ذا ابسنس اوف ذيس فاكتورز استيميت جي اف ار شود نوت سيرف از ا سول كرايتيريون فور ذا انيشيشن اوف دياليسيس انليس ات از ليس ذان 6 ملي بير مينيت. وساعتها يبقى ده ات از ليت لانه سبته هيخش في المانيفستيشن. انا بالنسبه لي كان فروجس فولوينج اب ذا بيشنت ان ستيج 5 لو ظهر فيه يوريميك بريكاردس يبقى انا عندي يبقى عندي مشكله. يبقى اذا ده البرودنت اند وايز ابروتش اسيرش بروبر هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن فور ذا بروبر الكترولايز. يبقى اتز اكول فور كلينيكال جادجمنت فور وايز جادجمنت تايمينج اوف دياليسيس ثيرابي انيشيشن انديفيدوال. انديفيدوالز ويز ادفانسد كيدني ديزيز شود ريمين فوكسد اون انديفيدوالايز ديسيجن making guided by clinical judgment, symptom burden, and patient preference. السؤال initiation of dialysis should be timely, neither early nor late. يبقى احنا قلنا الايرلي جي اف ار فوق العشرة او اكتر ده يبقى يعتبر ايرلي قوي، الليت تحت الخمسة لا. يعني لازم فوق الخمسة، يعني من خمسة لعشرة لو في سيمتومز ابدأ الدياليسيس، تحت الخمسة لازم ابدأ دياليسيس regardless of the symptoms ولا لا، وده اسهل طريقة. نرجع تاني للاسئله اللي حطيناها في الاول. early dialysis beneficial، الاجابه early معناها ايه مش عارفين، يبقى ده الجمله دي غلط. late dialysis beneficial، لا مش beneficial. والlate dialysis واحنا قلنا حتى في cut point لو نزلنا عنها حتى لو عين asymptomatic نعمل dialysis اللي قلنا اسم جي اف ار 6 او 5 6 اكروني الكنديان فريم تو ورك او 5 ملي بير مينيت. لكن الديسيجن هل يبنى على اسم جي اف ار؟ لا لا ام دي ار دي ولا استميت جي اف ار بالكوكروفت ولا بالابيديمولوجي كويشن، لكن الديسيجن يبنى على الجود جادجمنت هيستوري اكزامينشن لابوراتوري انفستيجيشنز. لو انا قررت ان انا استنى شويه على الدياليسيس لازم اعمل بروبر بري دياليسيس كير، لازم انشيت الفاسو اكسس وادوكيت البيشنت وابقى وايز ستارتنج. والمحاضره ديت خلاص اوريدي على الموقع اترفعت، واشكركم على حسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.